كنعقدوا هذا اللقاء اليوم اللي هو يوم دراسي حول مشروع قانون المالية ل 2024 بين منظمة المرأة الدستورية ومنظمة الشبيبة الدستورية بشراكة مع فريدريش نومن، من أجل أولا قراءة لمشروع قانون المالية 2024 وكذلك تحليل ونقد لهذا القانون على ضوء المعطيات التي تخص بلادنا، سواء المؤشرات الاقتصادية، المؤشرات الاجتماعية وكذلك المؤشرات البيئية، وعلى ضوء كذلك ما يروج في العالم اللي عنده انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى الاستثمار وعلى مستوى لاكروسونس ايكونوميك، على مستوى التضخم، على مستوى عدة مؤشرات اللي كتساهم في الاقتصاد الوطني. كذلك هناك يعني مستجد فيما يخص مغربنا اللي هو زلزال الحوز اللي يلقي بظلاله على مشروع قانون المالية ل 2024، خاصة وأن يعني التداعيات ديال هذه الكارثة الطبيعية تستلزم موارد مالية من أجل الإيواء وإعادة البناء والترميم، اللي هي تقدر تقريبا 21 مليار سنويا، واللي غادي تعطي واحد يعني غادي ستثقل الكاهل ديال الميزانية. فكل هذا المعطيات دفعتنا اننا كمنظمات موازيه اننا ندرسوا قانون الماليه ل 2024 من اجل ابداء الراي حول يعني الخطوات التي يجب او التدابير التي يجب اتخاذها من اجل التنزيل الفعلي لهذا القانون الماليه تماشيا مع الرؤيه المتبصره والحكيمه لجلاله الملك، وهي الرؤيه الاجتماعيه اللي كتهم وكتستهدف الفئات الهشه والفئات الفقيره. وان شاء الله غادي نخرجوا بتوصيات وب يعني بواحد الراي اللي غيساهم اللي هو بناء واللي غيساهم في انجاح التنزيل الفعلي لمشروع قانون ماليه 2024. ينظم هذا اليوم الدراسي بعد ان اقدم لكم الشكر الجزيل على الاستضافه وعلى الحضور. ينظم هذا اليوم الدراسي من طرف منظمة المرأة الدستورية ومن طرف منظمة الشبيبة الدستورية التابعين للاتحاد الدستوري، وعنوانه هو قراءة في قانون المالية، مشروع قانون المالية 2024 في إطار قراءة للتنزيل الفعلي للرؤى الملكية الاجتماعية. وفي هذا الصدد أن هجرات العادة كما سبق مرات أخرى بالنسبة لموضوع المرأة والأسرة، أن هذه الفرق البرلمانية ثم المنظمات الموازية للاتحاد الدستوري تعقد هذه اللقاءات. واليوم دورنا نحن، نعم أننا كاتحاد دستوري نحن نؤيد الحكومة أو نشارك الحكومة أو نساهم الحكومة، ولكن في إطار مساهمة نقدية، معناه أننا نخصص المسائل التي تتعلق بالجوانب الإيجابية للحكومة نبرزها، والجوانب التي قد تكون لنا رؤى أخرى أننا نناقشها ونقدم بخصوصها اقتراحات أو تعديلات في الإطار التعديلات التي تقدم في مجلسي البرلمان، سواء مجلس النواب أو مجلس المستشارين. وفي هذا الصدد أن هذا الورش الملكي اللي هو الدولة الاجتماعية صدرت بخصوصها قوانين متعددة، وهو القانون المنظم للحماية الاجتماعية، ثم القانون المتعلق بالإصلاح الجبائي، ثم القانون المتعلق بالإطار القانون العام الخاص بالمسائل ديال معالجة المؤسسات أو إحداث مؤسسات لتتبع استفادة الذين تضرروا من السيزم أو من في الحوز إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور. ثم الجوانب الأخرى المتعلقة بالسكن، حيث أنه أصبح يخصص للذين يستفيدون من السكن، على عكس ما كان يصبح في السابق أنه الإعفاء من الضريبة، أما الآن فإنه ستعطاهم دعما مباشرا بالنسبة للذين يقتنون الدور السكن، إما التي يبلغ قيمتها 30 مليون وتعطاهم
عشرات الملايين سنتيم، أو الذين تفوق ذلك حتى حدود 700,000 درهم، أي 70 مليون، وتعطاهم فقط 10 ملايين، 7 ملايين. في هذا الصدد أن هذا يسلم دعما مباشرا للمستفيدين وليس لجهات أخرى، وعن طريق الموثقين تبرم تلك العقود حتى لا تكون هنالك جوانب أخرى تحول دون أن يتوصلوا بها. الجوانب الأخرى المتعلقة بهذا الورش الملكي هو الجانب الصحي، بحيث أنه الاستفادة الصحية ثم تعويض الذين حصلت بخصوصهم زلزال مراكش الحوز، فإنهم سيتقاضون دعما اجتماعيا سواء بالنسبة للذين فقدوا دورهم السكنية، أو بالنسبة للأشخاص الذين هم الآن فيما يتعلق بالمدارس أو في التكوين إلى غير ذلك. والميزانية موجودة في قانون المالية، في مشروع قانون المالية بشكل كبير. أيضا في مشروع هذا القانون المالية فيه جوانب أخرى متعددة، وهي المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، بحيث أنه الآن هذه المبالغ التي كانت في قوانين مالية سابقة تصل إلى مبالغ معينة، الآن زيد في تلك الإعفاءات من أجل الحصول أو تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية والثقافية، من أجل مساعدة سواء على مستوى الأجور بالنسبة للأجراء، أو على مستوى الأسر بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، أو بالنسبة للمقاولات بالنسبة للشركات، سواء وتوحيد أسعار الضريبة على القيمة المضافة، أو بالنسبة لبعض الجوانب المتعلقة بتشجيع قطاعات لها هدف اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي. وبذلك فإنها جوانب متعددة من الدولة الاجتماعية. بالفعل كانت تصريحات الحكومة على أساس أنه أن يكون هنالك الدولة الاجتماعية، ولكن هذا ورش ملكي طالما أنه يقود هذا الإصلاحات المتعلقة بالإصلاحات الاجتماعية، وبالتالي فإن المغاربة سيستفيدون عكس ما كان في السابق هنالك جوانب قطاعية أو هنالك بعض. أما الآن كل المغاربة يستفيدون من مثل هذه من هذا الدعم الاجتماعي. أشكركم على حسن انتباهكم وحضوركم معنا ولتأطير هذا اليوم الدراسي. كان لنا شرف افتتاح هذا اليوم الدراسي اللي كتنظم منظمة المرأة الدستورية، وكذلك الشبيبة الدستورية بشراكة مع منظمة فريدريش نيومان. هذا اليوم الدراسي بغينا نعرفه يعني مدى التجليات المجتمعية اللي جا بها قانون المالية، اللي هو كيكون أهم قانون مالي في المغرب، وكذلك لأن هذا القانون هذا جا في واحد الظروف استثنائية، في واحد المناخ دولي صعب، وكذلك هناك التزامات ديال هاد الحكومة أنها تزيل كذلك المشروع المجتمعي ديالها ديال الدولة الاجتماعية اللي نادى بها سيدنا الله ينصرو. فاحنا في هذا اليوم الدراسي بغينا نعرف الشبيبة ديالنا والمرأة ديالنا مدى استجابة هذا اليوم الدراسي المتطلبات يعني ديال المواطن المغربي، وكذلك رغم هذه الظروف وهذه يعني المتقلبة، رغم زلزال الحوز اللي كان خصو يكون حاضر في هذا القانون المالية، كذلك كنعرفوا بأن المغرب ما زال يعاني من آثار كوفيد 19، هناك كذلك آثار الحرب الروسية الأوكرانية، هناك توالي سنوات الجفاف، هناك ندرة المياه. فبغينا نشوفوا يعني كيفاش المغرب وكيفاش الحكومة غادا تعالج هاد الأمور هذه، وكيفاش غادا تواجه هاد الأشياء بالما هو مادي. فعلا هناك الحكومة قامت بواحد العدد ديال الإجراءات اللي جات بهم، ولكن غادي نحاولوا مثلا هناك الدعم المباشر، هناك الحماية الاجتماعية اللي هو مشروع ملكي، هذه كلها مشاريع ملكية. هناك يعني الزلزال، هناك الدعم من أجل السكن،
يعني هذه كلها اجراءات جات بها هذه الحكومه، ولكن حنا بغينا نشوفوها وندرسوها من خلال التعديلات ديالنا باش نجودوها وتكون كذلك يستافد منها المواطن المغربي وتوصل لاصحابها، لان المشكل في السياسات العموميه انها لم تصل الى اصحابها. فاحنا الهدف ديالنا هو كيفاش غندرسوا، بغينا تكون موكبه ديال الشبيبه الدستوريه المراه ولا الشباب انهم كذلك يكونوا على علم ويكونوا كذلك يعني محامون ديال هذا القانون ويوصلوا ما جاء به هذا القانون المالي لجميع فئات المغاربه. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.